هلا والله شباب، طبعا اليوم راح اجيب مقطع جديد من لعبة جروتوبيا، واليوم في المقطع بسوي شرح عن التحديث اللي توه نازل امس. نزل اي امس ان شاء الله، عاد انزل المقطع اليوم. دقيقة وينها؟ اللي هو تحديث ايستر ويك او ايستر ايج، المهم هذا تحديث البيض، يعني التحديث خفيف لطيف. انا اشوفه من التحديثات يعني تخسر كلات لو ما تستفي منه، او مو تخسرك يعني. اول شيء بنشرح عن الستور، تالي بنروح للايتم. المهم اول شيء خفت في الستور، ده الباك اللي هو يعطيك اتوقع السكن، دقيقة بشتري. هو اللي ادري يعطيك من 20 إلى 40 بيضة، يعني انت وحظك، ويعطيك بيضة من البيضات الأربع اللي هم 3 رخاص وفي واحدة غالية. دقيقة بشتري بعدين بروك مكان أخلو يطلع لي بس شو اسمه رينبو إيك. أوكي حصلت جي البيضة، أتوقع حصلت جي البيضة. وكم حصلت؟ 37 بيضة جي، زين. أوكي وعطوني الستة. اوكي جيلين بيضات سعرهم الواحدة بـ1 ول، بس في بيضة سعرها بـ5 ول. نشتري بعض كيك، حاطنا يمكن تطلع مع انه مستحيل اعرف حبي كيك فويا. اوكي لا هم مو 4 بيضات، 5 بيضات و 4 بيضات الكترة، والخمسة هي احسن شيء. جيلين العاديين الست هذا هو طبعا ما يتغير. الست الحين 4 باكجات، خسائر جواهر بس. المهم شوف شو اللي بعده، وده تيكت بعدين بشرح عليكم. ودي يعني ما ادري ليش 150 جوهرة، وهذا طام ملك فرام 250 ألف. ليش يعني شكله فاشل، لا شكل لا شيء. 250 ألف ليش؟ يعني لو بـ10 ول، حتى بـ10 ول ما باخده، حط لي بـ250 ألف اللي هو بيصير بوندل اللي فوق. والله جروتوبيا ساعات ما ينفهم ليها. المهم التيكت او تروح خلو التيكت لعقاب. الشيء محسة مع المهم ده اللي هو احفظه اسمه باسكت، يمكن ده الشيء يعطيك بيض بعد. دقيقة شوف الحين اذا شكله كذي يعني ما في شيء. لحظة وين اختفى؟ شلون طار من يدي؟ المهم اذا شكله كذي تشوفون يعني فاضي ما في شيء، لازم تروح عالم جيجار او يعني عالم اي عالم، حتى لو فارم بس اي مود احسن شيء. امزح امزح، تدخل اي عالم حتى لو عالم فارم، ولازم نفس الجيجار هو. دقيقة بس نشوف شكلها هنا. اوكي الحين دين صار كذي فاوند ان ايستر ايج، يعني شوف الحين تغير شكل، صار فيه شو اسمه نوع يعني شيء الوان في الشنطة. المهم دين صارت كذي لا تشيلها من ايدك، عقب نص ساعة بالضبط لازم تكون داخل اللعبة. عقب نص ساعة بالضبط مرة واحدة بتشوف انها صارت فاضية، اللي هي صارت نفس رجعت نفس قبل، وبيحطون لك شيء بتحصل بيضة اللي هي بيضة من ديلان، يمكن تطلع لك بيضة الرينبو اذا كنت محظوظ نفسي يعني. امزح امزح، لحظة شو خلنا هني. او عاد اوف الحين عالم باي اك شهر على ما تدخله. اوف والله حق لحظة عليكم، بعد 6 بيضات، 1 2 3 4 5، لا اوكي 5 بيضات، لا 6 بيضات، 6 بيضات والساسة هي لا. استغفر الله براكم، بس شكلها الرينبو ايج. دقيقة يا اخي، يا اخي شو هالغباء؟
مال العبار كارلوس ايش استهبل الاونر شلون بطوف يعني ودي موجودة بعد هو الباركور اوكي هاي شكلها رينبو ايه سعرها من 8 الى 10 دل بس لا رخص سعرها الحين سعرها كان 5 دل اتوقع هذه هي شكلها اذا حصلت اعرف انك اكبر محظوظ المهم ليه انت قاعد تصنع فيهم اشياء البيض بس خليها لحلقة ثانية اللي هي بنصنع فيها اشياء اوكي وش اللي عقبه اللي هو الايتم خلنا نوريكم الايتم اللي ضافوها ضافوا ايتمات جدا وبتات جديدة هاي هي الايتم ده اللي هو شكل الضروس وده سلاح كان ده بلوك وده بعد بلوك جديد وهذا رسبون ودي البيضة بعدين بصنعها اياكم هذه هي ودينا البيضة جدا بعد هالثروت ما ادري ايش سالفتهم الصراحة ما ادري بس اتوقع هذا لا ايه هذا وده بعد ضفوا بس هاي الاشياء الجديدة ايه صح وهني في بتات بيت وده ايستر كمان ايستر كانون ايستر ايك كانون يعني سلاح هاي المفروض يكون لو ايش المهم نرجع اكس جولسن اوكي هم جيلان البيض حب اشرح لكم عنهم جيلان البيض الله يسلم هم اللي تقدر تقول هذا التحريس كله في هالبيضة او لا مو كله بس يعني اوكي هذا خلنا نكسر هذا اهم شيء يعني في التحريس اللي هو ده البيض تقدر بعد تستفيد منه يرسبون في عالمك دقيقة بس اوكي ده البيض يرسم في عالمك اذا كان في ناس او اذا كنت تبروحك يعني اتوقع هو كل 6 دقائق يرسم دقيقة بتشوف اذا عندي هنا ما اتوقع فيه كل 6 دقائق يرسم بيض على عدد الموجودين في العالم اوكي شكله ما في ولا بيضة هنا تشوف برأيي ما اتوقع فيه بس يمكن هيك واحدة هذينهم يرسبنون في عالمكم او تقسوا يعني تتجمع يا ناس تجمع ربعك تسولفون في عالم او تسوي العاب بس واحدة فيها هم اغلب شي يرسبنون في النص يعني في الحواف نادرا ما يرسبنون في من جدي يروحون علي اللهني ان العالم مفتوح شبه مفتوح اوكي المهم هم جلان يرسمون في العالم وشنو تقدر تسوي فيهم حنراكم شنو تقدر تسوي فيهم بس دقيقة دفاك شلون دخل طالع مفتوح الباب الله زين دريت بعد اوكي المقطع الجاي اللي هو بنسوي بنفتح فيه البيض بتشوفون شو بنسوي وقبل لا نخلص او مو نخلص بصنع البيضة اللي هي الجديدة يوسيل سبوت تجمعتين لابا عشان نصنعها الى 200 ولا بعد يقولي زيارة زرعت واجر اصلا المهم ونحتاج لتر او ولاعة او بوكيت
احنا نراكم شلون نصنع البيضة الجديدة اللي توها نازلة. اوكي اول شي what the fuck. اول شي نسوي ناخد وين راح بعد. اوكي اللافا سوي 200 دروب للافا ودي سعرها 20 والحالي ان اللي بيسوي البيضة لا يسويها الحين او لا يسويها اصلا انه ما تقبل تجيب بروفت منها اساسا. وانا هو بعد البوني ودي اشتريتها ب13 يعني صرفت عليها كامل بس 30 ول او كم بالضبط 34 ول بالضبط. ساينس هاري البيضة يستريك. اوكي وانا احطها احطها مني. اوكي بعدين لازم تحرقها ونشوف عقب بتطلع لنا التنين يمكن او شي فاشل ما يندرى. اوكي عقب ما تحرقها يلا ويت تو دي احتارس يومي. المهم عقب يومين بعد بنزل مقطع بفتح يمكن بيضتين او ثلاث بيضات من دا يعني بصف عليهم يمكن دلين بس عشان المقطع بس يلا وبراويكم شلون تقدرون تحصلون من البيض يعني. اوكي دقيقة. اوكي دا الرابط او دا الموقع اللي هو جروتوبيا ويكي فاندوم. اوكي دا في كل شي عن جروتوبيا او يعني اغلب اشياء معلومات اجيبها منه اغلب شيء. نكتب هيك رايكم شو تيجي تحسون وانا هي يستر هيك ولا ماجيك هيك توقع ماجيك هيك اسمها ماجيك هيك. اوكي هني يقول لي كم معلومات عنها زين نزل تحت ودي الاشياء اللي تقدر تحصلها اذا جبت من 0 إلى 10 بوينت يعني من بيضة الى 100 بيضة بتحصل البيضة العادية واحدة اللي هي ماجيك ايج يعني لا تسوي لا تفلت من 100 لا تفلت يعني اقل شي فلت 200 بيضة او 201 عشان تحصل شي يعني محترم. هي البيضة كل 10 حبات نحسب لك نقطة واحدة اتوقع اي كل 10 بيضات تفلتها يزيد بوينت واحد. والمارشميلو اذا فلت 200 الى 300 بيضة بتحصل مارشميلو او تخليها من 20 إلى 29%. ودي ايستر بوينت من 40 إلى 49% او 400 تفلت الى 500 بيضة. ودي البت الجديد طالع شكلها يا اخي والله فان من 70 إلى 79 وده اللي قلت لكم عنه. الكل عن تبغى نصيحة سعر 70 ول اخده جرب حظك تخلي بس فيديوك لا بقية هالاسبوع ممكن تطلع لك رينبو ايك تحصل 5 دل من ورا وده خلص التحديث بيعه او خلي عندك للسنة الجاية. انا مالي من السنة اللي طافت لين الحين ولا بعته. وده من 80 إلى 89 يعني تفلت يا من 800 إلى 900 عشان تحصله. لحظة ايش دخلني على اوكي اكد لنا الحب هذه البيضات اللي يطلعون لك هي احسن واحدة واحدة 3 4 5 6 بيضات. المهم عشان اوضح لكم اكثر يمكن اوكي ما ادري في المقطع انقطع بروحه. المهم الحين برايكم شلون يعني من الحين 0 بوينتي تحط عليها 1 6 3 4 5 6 7 8 9 وهي 10 زادت بوينت او تقدر تسوي دروب مثلا سويت 10 بتزيد صارت 2 بوينت حدها 100. وكل ما زين مثل ما رويتكم ساعة من 10 إلى 20 ومن 50 إلى 70 هاي الاشياء اللي تطلع عليك بس يعني تخسر ده بس سويها للضحك.
ودي هي المئة، هاي من العام، تخيل من العام عندي اياها لحين ما كسرتها، شكلي هو اللي بكسرها. المهم اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك وتشترك في القناة، وبس هيك المقطع، مع السلامة.